هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر، هشام عبور صحافي حر. احنا في القرن 21 وصيب ناس يدعي الدين ويقول لك الفريق الوطني راهو عنده الحسادين ورامي يشعوذولو والمغاربة يشعوذولو. تم على روحك، تم على روحك، تتكلم باسم الدين. اسمعوا هذا الكارثة، اسمعوا. حاسدا او حاقدا فاعلم انك فاشل. قال كده ما توجدش حاسد يعني راك فاشل. الجزائر ما عندها حتى واحد يحسدها على الحالة اللي راهي فيها، دونك فاشلة. قول هذا، واش ما تقولهاش؟ تقول لي حاسد الجزائر على النظام اللي راهو مديها للتهلوكة. الجزائر سي ناجح راح يحاربوه، والمنتخب الوطني يتعرض لحملة كبيرة إما من طرف أنظمة سياسية مثل نظام المخزن، وإما مثل هذه الأنظمة الفاشلة التي تعتمد على السحر وعلى الله العظيم. تاع كما تسمع كيما هذا يتكلم تستغرب شنو يدير هذا. هذا واش راه يدير؟ احنا لك النظام أنظمة سياسية فاشلة هي اللي حزتنا وراهي تخربنا. ما كاينش ما افشل من النظام الجزائري اللي ماهوش قادر يسير مسجد. روح تتكلم على الدين، روح قول له علاش ماكش فاتح الجامع الكبير، وعلاش 4 سنين راه مغلوق، 5 سنين نحسبوا من ابريل 2019. روح قول لهم أنظمة فاشلة ودموية. كاش النظام فاشل قد النظام الجزائري، ما كاش نظام دموي قد النظام الجزائري، ما كاش نظام اللي حاضر الشعب ديالو قد النظام الجزائري. وهذا تيتكلم باسم الدين وباسم كذا. نظام المخزن راوي يدير لك مش من التربية. هذا يجيبه في التلفزيون يتكلم باش يزرع النميمة والفتنة باسم الدين. لعن الله كل من أيقظ الفتنة. وهذا منهم هذا اللي يتكلم باسم الدين ما يحشمش، وهو يدير في الفتنة ما بين الجزائر والمغرب والجزائر ودول أخرى. رانا عادينا الناس كامل، عادينا السعودية، عادينا الإمارات، عادينا فرنسا، عادينا إسبانيا، عادينا الناس كامل، مصر، ما خلنا حتى واحد ما عاديناش. هات بعوض نتا اللي تجي وتكلم بالكلمة الطيبة وتحاول تلم الشمل وتقول كلمة تكون واسطة خير. هذا مشعوذ هذا، لأنه اسمعوا علاش يقول هذا الكلام. اسمعوا التضليل يعني لكي تقضي على على يعني النجاحات. لازم له رقيه المنتخب، لازم له المنتخب الوطني، لازم له راقي. كان معاه راقي من قبل رحمه الله تعالى، كان يرقي معاهم، وحاليا لازم له راقي. باي باي، هو الحكايه كاع المنتخب لازم له راقي باش يدوه هو مع المنتخب. هل بينا قول لك بكري كان معاه راقي يتكلم على بالاحمر هاي وين وصلت؟ اسكو عدات راح معاهم لافريك دي سود؟ اسكو الجزائر ربحت مقابلة واحدة؟ اسكو الجزائر عدات الدور الثاني؟ نادي عند الدور الثاني ما كاش معاهم راه، ما كاش معاهم راه. حنا وزيدش ما قبلش ساعدان فرضوا عليه راهو رابع. فوالا وين وصل؟ ما كان لا راقي لا عمار بوزوار. هذا قالك لازم راقي، واسمعوا من يروح قبل حتى الكرة يسمها الرقية. ماشي تكون غير الإنسان فقط، تكون على الكرة، تكون على الدواب، تكون على السيارة، تكون لكل شيء. هذا يوسي القرآن، تصور راح يحكم بارون يقرأ عليه القرآن. مش أنا هذا الإنسان تافه، الإنسان تافه الصح.
تحط بانو تقرأ عليه القرآن، تقرأ عليه سورة البقرة، ياك ماشي، ويجيب واحد في التلفزيون، يجيب واحد في التلفزيون هذا طوش انا في التلفزيون، انا عاقلش خلاص قلمشي النور، بس عمنا عايشين بالشعوذة، دا شعوذة تعرف منين بدات، هاي منين بدات الشعوذة، هاي منين بدات الشعوذة، ها اكبر مشعوذة ما اسمع اقرأ عليه اقرأ عليه اقرأ عليه باش يخلفنا. ودار هذاك القاتل ماذا قال لك السؤال داخل بسم الله شحال مليون بورت بونور، هذا اللي خاتم بورت بونور ودار لي الشعوذه هذه القرن 21 نانا بهاد الخرايط هادو، ويجيني واحد داير امام وما عنده حتى علاقه بالدين، ما نحلفش هذا 60 ماهوش حافظ، 60 ماهوش حافظ كلش، ما الارجنتين دايرين راقي معاهم ياك، فرنسا دايرين راقي معاهم ياك، ها والريال دايرين راقي معاهم، والبارسا دايرين راقي معاهم، شوف هذا يعني اقبح من هاك ما سمعتش، اقبح من هاك ما سمعتش، قبح الله وجهه. تجي يتفلس عني يقول لك دير الراقي على الكرة وعلى السيارة الله يقدر الخير لبلادنا. الفريق الوطني باش يمشي ماشي بالرقية، بالخدمة، والو ما يمشي بالرقية، ربي بعد يقول لك تعليك بالحركة ونعليها بالبركة، أما اقعد انت في دارك وروح ارقي 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 تيطيحو عليك الدراهم من فوق ياك، وقول راني راح ننجح، وانت ما تقرا ما تخدم ما تكسر راسك، اروح ارقيه ويروح يعقب كونكور وما قراش، كلام فارغ هذا يا اخي. المهم نعدي ولا لا موضوع كيفاش لازم نستاهل النشره بنشاط رئيس الجمهوريه بعد الفاصل.